السلام عليكم. موجات من الطائرات المسيرة الإيرانية هاجمت المدن الأوكرانية بشكل عنيف للغاية خلال 72 ساعة الماضية في انتقام وتحدي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. وأيضا إيران تأتي كمنتقمة ومتحدية لزيلنسكي. هذه طبعا الهجمات التي نتحدث عنها، على سبيل المثال اليوم كنا أمام هجوم عنيف للغاية بهذه الطائرات المسيرة بخليط طبعا مع صواريخ الكروز الروسية، جاءت على العديد من المدن الأوكرانية وتحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف. وكانت الهجمات طالت كل هذه المدن التي ترونها، إن كانت كييف وإن كانت حتى خيمينيتسكي التي ترون إلى غرب أوكرانيا. وطبعا وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأن الهجمات اليوم تحديدا صباح هذا اليوم بالنسبة للطائرات المسيرة الإيرانية كانت عبارة عن هجوم ب 35 طائرة مسيرة. تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 29 طائرة من هذه الطائرات، وأيضا 40 صاروخا من صواريخ الكروز، وطبعا تمكنوا من إسقاط 37 صاروخا من هذه الصواريخ، وحتى 11 صاروخا من صواريخ أسكندر. تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط كل هذه الصواريخ. يجب أن ننتبه أن مسألة إسقاط هذه الصواريخ لا يعني بأن الأمور بخير، فعندما يسقطون هذه الصواريخ والطائرات المسيرة فأشلاء هذه الصواريخ والطائرات المسيرة تؤثر كثيرا على النقاط التي تسقط عليها. على سبيل المثال لاحظ النقاط المدنية أو المناطق التي كانت تحلق فوقها هذه الطائرات المسيرة أو حتى هذه الصواريخ التي إن كانت إسكندر أو إن كانت صواريخ الكروز، لاحظ كيف هي أثرت بهذا الشكل في النقاط التي هاجمتها. بل بالإضافة إلى ذلك تمت ملاحظة أن الطائرات المسيرة الإيرانية من شاهد 136 المفخخة وهي تحلق، طبعا هذه إحدى اللقطات لإحدى الصواريخ الكروز التي سقطت في كييف، واحدة من هذه الطائرات كانت تحلق على إقليم خيمينيتسكي الذي تحدثنا عنه، الذي هو طبعا يأتي إلى غرب أوكرانيا. وتلاحظون من الصوت واضح جدا بأننا أمام طائرة شاهد 136 وهي تحلق بهذه الطريقة. وطبعا الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم خيمينيتسكي اعترفت وقالت بأن روسيا تمكنت من مهاجمة إحدى المنشآت العسكرية، بالتحديد هو مطار عسكري موجود في إقليم خيمينيتسكي وضرب بكل نجاح من قبل الروس، وأدى هذا الأمر طبعا إلى تدمير 5 طائرات حربية من الطائرات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك إلى المدرج الموجود في ذلك المطار الذي ذكروه. وأيضا كما ذكروا هنا أكدوا أيضا بأن في حقيقة الأمر أن هنالك مستودعات قد احترقت، وكانت هنالك أضرارا مادية كثيرة. وطبعا The Economist Times اليوم وأيضا Barron's كلها أكدت هذه التفاصيل التي ذكرتها الإدارة العسكرية الإقليمية في خيمينيتسكي في بيان واضح على قناة التليجرام. وطبعا لن تكون هنالك صورا لطبيعة هذا الأثر على هذه المنشأة العسكرية أو المطار العسكري الذي تحدثنا عنه، لن تكون هنالك صورا، لن تكون هنالك مقاطع مصورة، ولكن الأقمار الصناعية القادمة من ناسا أعطت هذه الصورة من الفضاء للمنطقة تحديدا التي ضربت. وكما تلاحظ هنا باللون الأحمر على هذا المطار إلى غرب هذا المطار يبدو هذا، وهذا المربع الأحمر هو الذي يوضح بأن هنالك احتراقا أو ضربة قد تمت في هذه المنطقة. وطبعا هذه المنطقة التي نراها هي ستارو كوستانتينيف التي هي تتواجد أساسا وموجودة في إقليم خيمينيتسكي. وكما نلاحظ أن هذه النقطة تحديدا هي التي ضربت. إذا نحن تحدثنا عن طائرات، قد 5 طائرات قد ضربت، أيضا المدرج كما هو ملاحظ أنه قد ضرب. وبالتالي دعونا نتجه إلى القمر الصناعي لكي نتأكد من هذه التفاصيل ومن هذه المنطقة. نتجه مباشرة إلى إقليم خيمينيتسكي، إلى خيمينيتسكي تحديدا. هذه خيمينيتسكي وإلى شمالها تأتي هذه المنطقة ألا وهي ستارو كوستانتينيف، وبالتالي إلى شرقها يأتي هذا المطار العسكري، نفس النقطة التي رأيناها من القمر الخاص بناسا. وسنلاحظ بأننا أمام طائرات، هذا يعني أن فعلا الضرر كان واضحا في هذه الطائرات التي ضربت صباح هذا اليوم، وأيضا أن المدرج واضح أنه قد تضرر، مطابق أن اللون كان قادما أيضا من المربع الأحمر الذي لاحظناه. وأيضا نلاحظ بأننا أمام العديد من المستودعات التي ممكن أن تكون أي واحدة منها قد استهدفت. ويجب أن ننتبه أن خيمينيتسكي منتصف هذا الشهر الذي نحن فيه الآن كانت هنالك ضربة موجهة له بهذا الشكل.
إذا ما اقتربنا إلى هذه المخازن التي تأتي إلى غرب خملنيتسكي هذه ضربت ضربة كبيرة وهائلة للغاية تقريبا في 15 مايو بهذا الشكل الذي ترونه، انفجار هائل للغاية، وقيل بأن هذه كلها كانت معدات لحلف الناتو للولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خزنتها أوكرانيا في هذه المنطقة وتعرضت لمثل هذه الضربة. وبالتالي كما نلاحظ إذا ما ابتعدنا بالقمر الصناعي قليلا سنلاحظ بأن التركيز في هذه الضربات عندما نتحدث عن هذا الإقليم تحديدا والمناطق التي تستهدف واضح جدا كلها تأتي باتجاه بولندا. هذه هي بولندا وهذه هي خملنيتسكي وستارو كوستانتينيف طبعا التي استهدفت وهي تأتي في المجال الحيوي للأسلحة طبعا التي ترسل من الناتو عبر بولندا إلى هذه المنطقة وبعدها طبعا تنقل إلى كييف أو تنقل إلى مناطق تواجد القوات الأوكرانية المتواجدة في خيرسون. بالتالي القوات الروسية وروسيا تستهدف بشكل واضح هذه النقاط وبشكل فعال. أيضا يوم أمس كنا أمام واحدة من أكبر إن لم تكن أكبر موجة للهجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد 136 المفخخة. في بادئ الأمر وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأننا كنا أمام 54 طائرة من هذه الطائرات المسيرة تمكنوا من إسقاط 52 طائرة كما تتحدث طبعا أوكرانيا. وبعد ذلك جاءت التحديثات من CNN بنفسها التي أكدت بأن الهجوم كان أكثر من 54 طائرة. قد قامت روسيا باستخدام 59 طائرة من هذه الطائرات المسيرة وتمكنوا من إسقاط 58 طائرة، ولكن عندما تسقط كما تحدثنا الأشلاء دائما تؤثر على النقاط التي تسقط عليها. وكانت هنالك بعض اللقطات مما جاء في صباح يوم أمس، فجر يوم أمس تحديدا، لنستمع قليلا إلى طبيعة الانفجارات. ستلاحظ بأنك أمام انفجار هنا وسنكون بعد ذلك أمام انفجار آخر. العديد من اللقطات لهذه طبعا الضربات التي لم يلاحظ منها شيئا، ولكن الناس عندما يستمعون إلى صوت الطائرات المسيرة يقومون بتصويرها. وطبعا هذه بعض الأضرار التي جاءت تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف في تركيز كبير للغاية على هذه المنطقة. وطبعا يوم أمس هو كان يوما رمزيا بالنسبة للأوكرانيين، كان هو يوم كييف، هو يوم إيجادي وحقيقة وجود مدينة كييف لأول مرة منذ 1541 عاما، ذكرى سنوية مهمة للغاية تحتفل بها أوكرانيا كل عام. طبعا في هذا اليوم جاء هذا الهجوم الكبير بالطائرات المسيرة بهذه الطريقة المكثفة. وأيضا في 26 مايو أي قبل يومين من الهجوم الذي ذكرناه قبل يومين من يوم أمس، أيضا كنا أمام مجموعة وخليط من الضربات بصواريخ الكروز وأيضا الطائرات المسيرة الإيرانية التي هي تعتبر الأساس في طبيعة هذه الهجمات. والCNN الأمريكية كانت قد ذكرت أن هنالك أهدافا عسكرية أيضا تحققها روسيا من خلال استخدام هذه الطائرات المسيرة على الداخل الأوكراني. فعندما تدخل الأجواء الأوكرانية حتى وأن تمكنوا الأوكرانيين من عملية التصدي لهذه الطائرات المسيرة فهي نقطة استنزاف. لماذا؟ لأن هذه الطائرة رخيصة وهي تقريبا أرخص ب20 مرة أو أقل ب20 مرة من مبالغ الصواريخ التي تستخدم من قبل المنظومات الدفاعية الأوكرانية. وبالتالي هنالك استنزاف للأموال بالنسبة للقوات الروسية باستخدامها لهذه الطائرات المسيرة. أيضا في نفس الوقت هي تكشف مصادر النيران، أين تتواجد هذه المنظومات الدفاعية لكي تحددها روسيا عن طريق هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، ومن ثم تقوم بمهاجمتها وتخلي الأجواء لنفسها وبعدها تهاجم النقاط التي تريد مهاجمتها. هي نقطة استراتيجية وعملية استراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لها. والمثير بهذا الأمر بما أننا نتحدث عن هجوم في 26، في 28، واليوم في 29 مايو بالطائرات المسيرة الإيرانية، هي كلها جاءت بعد رسالة وجهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإيرانيين بهذا الشكل بتغريدة. لنقترب من هنا قليلا وسنلاحظ بأننا في 24 مايو، لاحظ بدأ كل شيء من 26 مايو، أرسل رسالة للإيرانيين وطلب منهم ألا يشتركوا في هذه الحرب. كفاكم إرسالا للطائرات المسيرة، كفاكم إرسالا للذخيرة للروس لكي يستخدموها ضدنا، ضد كنائسنا، ضد طلابنا، ضد مؤسساتنا وغيرها. وبالتالي التاريخ لن يرحم وكان
كان واضحا في هذه الرسالة، ولكن جاء رد الفعل كبيرا بهذه الطائرات المسيرة بالهجمات التي ذكرناها طبعا اليوم. وعلى هذا الأساس نحن أمام تحدي كبير، وزيلينسكي طبعا على هذا الأساس تحرك تحرك جديد تحدث عنه رئيس الأركان الأوكراني، وهذا التحرك هو لفرض عقوبات أوكرانية على إيران. صدق أو لا تصدق، هي مسألة قد لا يصدقها الكثيرون، ولكن هو قدم مشروع قرار إلى البرلمان الأوكراني. وطبعا هذا مشروع القانون تحديدا الذي قدمه يريد مصادقة البرلمان عليه، لأن من خلال هذا المشروع ستتم هنالك وستكون هنالك عقوبات أوكرانية على إيران تمتد لخمسين عاما قادما. وهذه العقوبات طبعا هي تنص على أن لن تكون هنالك ولن تسمح أوكرانيا عبر أجوائها أو عبر أراضيها أي عملية نقل لأي بضائع أو أي تجارة بأي شكل من الأشكال. وأيضا هذه العقوبات ستتضمن عقوبات مالية، عقوبات تكنولوجية، وعقوبات اقتصادية على كل المستويات طبعا على إيران إن ما تمت المصادقة على هذا المشروع، بسبب أن إيران تساعد روسيا عسكريا في هذه الحرب، وهي نوعا ما لا توقف هذه المسألة رغم كل الرسائل رغم كل التواصل حول هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، إن من ضمن الشروط أو من ضمن الأمور المذكورة في هذا المشروع هو منع إيران، وممنوع على إيران أن تحلق بطائراتها بعد اليوم فوق الأجواء الأوكرانية إن ما تم إقرار هذا القرار. وبالتالي قد نكون أمام انقطاع للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وبين أوكرانيا، وينتهي كل شيء. وطبعا هذا كله يأتي في ظل أن هنالك إثباتات مستمرة على إيران بأنها تمد الروس بالأسلحة طبعا أو الطائرات المسيرة أو الذخيرة أو القنابل أو حتى البنادق عبر بحر قزوين أو عبر طبعا الجو. وهذه طبعا إيران دائما ما في هذه المسألة، ولكن إثباتات مستمرة، وهذه المرة بتقرير جديد قد نشر قبل أيام قليلة من قبل CNN الأمريكية بهذه الطريقة التي ترونها، ونشروا إحصائيات دقيقة لطبيعة السفن التي تقوم بنقل الأسلحة عبر بحر قزوين. تقوم هذه السفن بطبيعة الحال بإغلاق جميع أجهزة التعقب أو الأجهزة التي ممكن تعقبها، وبالتالي تدخل في الظلام ولا يمكن لأحد ملاحظتها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا CIA يرون الكثير من التفاصيل، يرون ما الذي يحدث، وبالتالي هم تمكنوا من عملية ضبط هذه الأمور، ولاحظوا بأن هذه السفن منذ عام 2022 تقريبا من منتصف عام 2022 من هذه النقطة تحديدا، والتي هي تتمثل بحسب CNN الأمريكية بأغسطس عام 2022 ارتفعت كثيرا هذه النقل، والنقل طبعا القادم من قبل سفن الشحن طبعا الخاصة والمرتبطة بشحن الأسلحة تحديدا، تقوم بإغلاق طبعا أجهزة التعقب الخاصة بها وتسير في بحر قزوين بهدوء إلى طبعا الأراضي أو المياه أو الشواطئ والسواحل الروسية في أستراخان، وبعدها تقوم بنقل الأسلحة. وبالتالي لاحظ الارتفاع الكبير من أغسطس وحتى يومنا هذا بحسب هذه الإحصائية من CNN، بل حتى أنهم نشروا حقيقة خارطة حرارية، وهذه الخارطة الحرارية وضحت بأن أغلب هذه السفن تأتي من أمير آباد التي ترونها هنا وتنتقل بهذا الشكل إلى أستراخان، وهذه النقاط الأخرى التي تعتبر هي الأعلى نسبة في عملية نقل هذه الأسلحة بهذه الطريقة. وطبعا كلها تأتي في تواريخ مهمة للغاية بالنسبة لهذه الإحصائيات، حيث أنهم أيضا التقطوا صورة من صور الأقمار الصناعية من ماكسار تكنولوجيز، ووضحوا وأكدوا بأن هذه السفينة تحديدا لنقل الأسلحة هي أحدى السفن التي هي قامت بنقل الأسلحة مباشرة من إيران إلى طبعا روسيا عبر مياه بحر قزوين بهذه الطريقة. ولو لاحظنا عندما نتحدث عن هذا الجدول الذي رأيناه والذي وضح عملية النقل وازدياد النقل للأسلحة عبر بحر قزوين، فعندما نتحدث عن أغسطس عام 2022 هو يأتي بعد شهر واحد فقط من التقرير الذي رأيناه في يوليو 15 من يوليو من العام الماضي كما تلاحظون، والذي هو وضح بشكل واضح في تقرير لأول مرة يظهر على العالم سخر منه الكثيرون، ولكن بعدها تحول إلى حقيقة، أكد بمعلومات استخبارية مهمة بأن هنالك وفدا روسيا ذهب إلى داخل الإيراني واتفقوا على شراء الطائرات المسيرة الإيرانية لكي يستخدمها ضد الأوكرانيين. وطبعا هنا في يوليو وهنا نتحدث عن أغسطس بشهر واحد ارتفعت نسبة النقل والسلاح، وبالتالي كل شيء واضح وليس هنالك أي شيء مختلف عليه. بل أيضا هذا التقرير القادم من CNN
أكد بأن الرحلات الجوية في نقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا ارتفع ب 85 رحلة من مايو عام 2022 وحتى مارس عام 2023، وهذا قد يعني ببساطة بأن المتاعب الآن قادمة لإيران بسبب هذه الإثباتات الكثيرة، بسبب أن العالم يعاقب إيران، الآن أوكرانيا تعاقب إيران، وبالتالي هنالك عزل تام وضغط كبير للغاية، بل أنه يبدو بأن المتاعب شيئا فشيئا تزداد على إيران. فهنالك جبهة جديدة تماما قد فتحت على إيران، ألا وهي ما هو قادم من أفغانستان من قبل حركة طالبان. فكنا في الأيام القليلة الماضية أمام اشتباكات كبيرة يقال بأنها مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها بين حركة طالبان وبين الحرس الثوري الإيراني على الحدود. فجأة جاءت اللقطات بهذا الشكل للتعزيزات الخاصة بحركة طالبان وهي تتحرك إلى الحدود الإيرانية، وكانت هذه إحدى النقاط الموجودة في إيران طبعا، وتحديدا دوستي محمد التي تمت فيها الاشتباكات بهذا الشكل الذي ترونه. وعلى هذا الأساس طبعا الناس لم يعرفوا ما الذي يجري، ما الذي يحدث في حقيقة الأمر، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة، لماذا فتحت الجبهة هذه الآن طبعا، والتوقيت هو مهم للغاية. وبالتالي إذا ما أخذنا هذه اللقطات من طالبان وإيران وهي جبهة جديدة ممكن أن تتحول إلى حرب في أي لحظة، إذا ما أخذنا هذه اللقطة مما تم تصويره مع الحديث أنها كانت بالقرب من دوستي محمد الموجودة في الداخل الإيراني، فنحن أمام شكل مميز لهذه القلعة التي ترونها طبعا. واضح بأننا أمام مثلث هنا، هذا هو نقطة الالتقاء لهذا المثلث، وطبعا هنا عمود واضح للغاية، وهنا طبعا أعلام إيران، هذا علم إيران وهذا علم إيران، ولكن دعونا نركز على هذا العلم الذي من الممكن أن نلاحظه بالقمر الصناعي. وبالتالي هؤلاء هم عناصر حركة طالبان وهم يقومون باشتباكات ومواجهات مع الحرس الثوري الإيراني وحرس الحدود الإيراني الموجود في الداخل الإيراني. بالتالي هذه النقطة من المفترض أن تكون في الداخل الإيراني، سنحاول التأكد من هذه المسألة. أيضا من لقطة أخرى توضح نفس هذه القلعة، نفس هذا العمود مع التعزيزات الحاضرة هنا من طالبان، وتوضح بأن هنالك طريقا بهذا الاتجاه. بالتالي الطريق والقلعة هو ما يجب أن نبحث عنه في ظل هذه المعلومات المستمرة. وبالتالي بالتوجه بالقمر الصناعي الآن إلى تلك المنطقة، هذه هي دوستي محمد التي تحدثنا عنها، هنا الأراضي الإيرانية، هنا أراضي أفغانستان، وبالتالي من المفترض أن تكون هذه القلعة موجودة في أي نقطة من نقاط هذه الحدود. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نبحث عن هذه القلعة الحدودية، وعادة إيران تعتمد هذه الاستراتيجية على الحدود وهي في القلاع، ستلاحظ بأنك ليست هنالك أي قلعة واضحة حتى هنا، ولكن هنا سنلاحظ بأننا أمام هذه القلعة، عندما تقترب منها فستلاحظ نوعا ما بأننا أمام شكل متشابه لما رأيناه. لنقترب أكثر الآن من هذه القلعة ونحاول أن نتوقف عند هذه النقطة، وسنلاحظ بأننا أمام نفس الشكل تقريبا الذي تحدثنا عنه لهذه القلعة. ستلاحظ العلم موجود على رأس هذه القلعة هنا بهذا الاتجاه، وأيضا نحن أمام هذا العمود الذي ذكرناه، بالتالي من المفترض النظرة تكون من هذا الاتجاه كما لاحظنا طبعا قبل قليل. وبالتالي هل الطريق موجود؟ وطبعا هنا الأراضي الإيرانية كما لاحظنا في الغرب وكما أشرنا لهذا الأمر، بالتالي الطريق واضح، نلتف إلى اليمين قليلا. إذن تبدو النقطة بهذا الشكل عندما كانت التعزيزات حاضرة في المقطع الثاني وفي المقطع الثالث، أو الصورة الأولى التي ركزنا عليها ووضحناها لكم توضح بأننا أمام نفس العلامات بالضبط التي ركزنا عليها. وبالتالي قوات وحركة طالبان وعناصرها كانت تشتبك مع القوات الإيرانية الموجودة في الداخل. السؤال، لماذا دخلوا في هذه الاشتباكات يا ترى؟ ما الذي جرى في هذه المسألة؟ في حقيقة الأمر، الأمر كله مرتبط بهذا النهر الذي يمتد من أفغانستان إلى الداخل الإيراني، وهو نهر هيلمند. وطبعا الإيرانيون يتهمون الأفغان وحركة طالبان بأنهم لديهم سدود وبأنهم يقطعون المياه على الإيرانيين، ولكن في حقيقة الأمر الأفغان يعودون ويتحدثون، يقولون لإيران بأن هنالك موسما للجفاف، وبالتالي لدينا انخفاض في مناسيب المياه أساسا في أفغانستان، وبالتالي هو انخفض لدى إيران. وطبعا إيران تتهم طالبان بأنها هي من بدأت بإطلاق النار، وطالبان يتهمون إيران بأنهم هم من بدأوا بإطلاق النار،
بالتالي هذا هو سبب هذه المشكلة التي قد تكون سببا كبيرا في إشعال الحرب، لأن هذه مسألة أمن قومي خطيرة للغاية. ولكن يعني الأمر ويجب أن لا نستغرب أبدا من أي حرب إن اندلعت، لأن حركة طالبان بدأوا يقومون بوضع أغاني حماسية ويظهرون السلاح الأمريكي الذي يمتلكونه والذي تحصلوا عليه بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، الخاص طبعا بالقوات الأفغانية وما تركته لهم. وبالتالي استعرضوا كثيرا، هددوا طهران، هددوا المدن الإيرانية، وهددوا النظام الإيراني بأكمله. بالتالي واضح جدا بأننا أمام متاعب كثيرة تأتي يمينا وشمالا على إيران، إن كانت من أوكرانيا، إن كانت من طالبان، ولكن أيضا في نفس الوقت من يقف بجانب إيران هي طبعا روسيا وحتى الصين وبعض المعادلات الجديدة في الشرق.